عايز اقول لكم بس ايه اللي حصل في تركيا باختصار خلال الكام شهر اللي فات. تركيا الراجل اللي بيحكمها ده جاب كل الناس حطهم في السجن، القضاة نفسهم حطهم في السجن، قيادات الجيش حطها في السجن، يعني خرب تركيا من اولها لاخرها. ففي عدد غير طبيعي من كافة الطوائف موجود في السجن دلوقتي، محامين، مدرسين، صحفيين، قضاة، اعلاميين، ضباط جيش، كل ما سابش حاجه. والغريبه ان منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني والمدافعون على الحقوق والحريات ما حدش اتكلم، ما سمعناش صوت حد، ما حدش احتج ولا اي حاجه، وهو ماشي في طريقه. لكن المعارضين الاتراك بره هم اللي بيتكلموا، هم اللي بيقولوا ان ده قمع ومصادره حريات وديكتاتوريه غير مسبوقه، عدل الدستور، استاثر بكل السلطات. فالموضوع اختلف تماما. بالتوازي مع ده الوضع الاقتصادي بينهار في تركيا. الليره التركيه خسرت حوالي 23% تقريبا، 23% من قيمتها مقابل الدولار. فبالتالي المساله تضخم غير مسبوق، غلاء معيشه، الناس ضجت. مش بنتكلم بس على اوضاع اقتصاديه، لكن حريات، وضع سياسي، كله جه على بعضه. فحصل مظاهرات لعدد كبير من الاتراك، وفي حاجة اسمها الكونفدرالية لنقابات موظفي القطاع العام، حاجة كده برضو زي يعني ايه، مش شبيهة بصوت الصفراء، لكن برضو اللي هم ايه العاملين او اللي بيتحملوا الفاتورة بشكل اكبر. واحنا صور اهو بنتابعها مع حضراتكم على الهواء من مظاهرات الاتراك اللي رفعت شعار عمل خبز حرية، وقالوا ان الازمة ليهم والشوارع لينا، واشاروا برضو للتظاهرات اللي كانت في تركيا في يونيو 2013، وكان وقتها ضد رجب طيب اردوغان، واللي استغل هذه التظاهرات وعصف بالكل، واي حد يعني عايز ان هو يعني ينحيه يقول انه كان مع هذه التظاهرات، انه كان من المعارضين ليا وما الى اخره. الاوضاع ماشيه في تركيا لحد فين؟ اسباب اللي دعت الناس للتظاهر ازاي هيتم التعامل معاها؟ اردوغان اللي عارفين يعني قصه الانا والخلافه العثمانيه وما الى اخره، اللي هو الحلم اللي بيتكلم فيه، هل هيقدر يتكلم زي ماكرون مع الناس؟ هل هيقدر يتحاور معاهم؟ هل يوعدهم بان الاوضاع هتختلف، او يعني في اي حاجه، في اي فرصه للتفاوض مع المحتجين، ولا هيكون ايه التعامل معاهم في الايام اللي جايه؟